أولا الأجواء هنا في بتسوانا رغم إن احنا في جنوب القارة الأفريقية، لكن في نفس الوقت تقدر تقول احنا في أجواء أوروبية. أنت في جنوب القارة الأفريقية يمكن خلاص يعني مسافة حوالي 300 كيلو ما بين بتسوانا وجنوب أفريقيا، لكن في هذه اللحظات وفي هذا الوقت من الموسم والعام درجات الحرارة منخفضة تماما. درجة الحرارة حوالي في هذه اللحظات أنا بتكلم معاك يا أستاذ إبراهيم حوالي 6 درجات مئوية، برودة شديدة، في أي لحظة قد تتساقط الأمطار، فبالتالي جو أوروبي، لكن في نفس الوقت قد يساعد اللاعبين على أداء مباراة قوية جدا في ظل أن هذه المباراة ستقام على الأضواء الكاشفة، خاصة أن موعد المباراة في 6 من مساء يوم السبت القادم هو نفس التوقيت في بتسوانا مع توقيت القاهرة. الجهاز الفني واللاعبين يعني الحمد لله حتى هذه اللحظات الامور تسير بشكل جيد، الترتيبات الامنيه من وجود طبعا البوليس مع فريق النادي الاهلي والقوات الامنيه مع الاهلي سواء في الذهاب لملعب التدريب او حتى العوده لفندق الاقامه، وتواجد عدد من قيادات الشرطه هنا البوليسيه في بوتسوانا مع الفريق داخل فندق الاقامه. الاستقبال كان استقبال حافل جدا من بعثه او من فريق تاونشيب وتحديدا من رئيس النادي وهو هندي الجنسيه، ويمكن النهارده كان وجه الدعوه للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري للاجتماع معه في مكتبه في مقر النادي للاطلاع على كيفية الترتيبات وطلبات النادي الأهلي قبل هذه المباراة وهل يحتاج أي شيء آخر قبل انطلاق هذه المباراة. وجاء هذا رد الفعل الإيجابي من رئيس نادي تاونشيب البتسواني نتيجة ما لقاه من معاملة طيبة واستقبال حافل جدا من إدارة النادي الأهلي في المباراة السابقة، وكيف يعني ساعد الأهلي وإدارة الأهلي الفريق البتسواني في إنهاء كل إجراءات سفره يعني منذ أن وصل في مهبط الطائرة في مطار برج العرب حتى المغادرة والإقامة في أحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب. هو تحدث بهذا الشكل وقال لمسؤولي الأهلي إنه بالفعل جاء رد فعل مسؤولي تاونشيب عندما كانوا مع بعثة بطل بوتسوانا هنا في برج العرب والحديث عن الاستقبال الحافل من الكابتن محمود الخطيب وكيف إنه سمح لكل أفراد البعثة أن يتواجدوا في المقصورة الرئيسية في استاد برج العرب. قال أن هذا الاستقبال استقبال حافل جدا لم يلقاه تاونشيب عبر تاريخه في المشاركات الأفريقية تحديدا منذ عام 2011، وكان يتمنى ان يتواجد مع النادي الاهلي في يعني مع تاونشيب في مباراته في برج العرب لولا ان هو كان متواجد في روسيا وحضر كل مباريات كاس العالم في روسيا. ده جزئيه متعلقه بالاستقبال والتنظيم. الاهلي بيؤدي تدريباته على ملعب الجامعه البريطانيه، هذا الملعب هو ليس على ما يرام لكنه افضل الملاعب هنا في بوتسوانا. المنتخب الوطني والاهلي عندما جاء جميع التدريبات تكون على هذا الملعب وهو الافضل، لان كل الملاعب او باقي الملاعب في بوتسوانا كلها على ملاعب نجيل الصناعي وبالتالي قد تتسبب في اصابات، فبالتالي رغم ان حاله ست على ما يرام لكن الجهاز الفني اضطر الى التدريب على هذا الملعب بالامس واليوم. ويمكن في ختام التدريب اليوم يمكن للاسف يعني خبر سيء، نتمنى غدا يا رب باذن الله ان يزول هذا الخبر باكتمال شفاء وليد ازارو النجم المغربي ومهاجم فريق النادي الاهلي. وليد ازارو تعرض لاصابه في نهايه المران اليوم، الاصابه ليست عضليه لكن نتيجه حركه فجائيه في الرجل عملت يعني اصابه بسيطه في الحوض، فبالتالي دكتور خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي اكد لنا ان غدا باذن الله هيتاكد من اكتمال شفاء وليد ازارو وجاهزيته لمباراه تاونشيب، لكن يعني قدر الامكان الاصابه ليست كبيره ولا هي اصابه متفاقمه، هي اصابه خفيفه، وغدا بعد راحه اللاعب سيتحدد موقفه غدا بعد التدريب الرئيسي على ملعب الوطني الذي سيستضيف هذه المباراه يوم السبت القادم. الجهاز الفني بعدما شعر باصابه وليد ازارو وكان وصل الى الجزء الاخير من التدريب فضل يعني الاكتفاء بما قدمه الجهاز واللاعبين في هذه الوحدة التدريبية، وفضل الجهاز أن يعود إلى فندق الإقامة، خاصة أن كمان يعني موعد الدخول الظلام والليل كان قد قارب على المشارف في ملعب الجامعة البريطانية وبالتالي الأضواء الكاشفة ليست على ما يرام، فاكتفى الجهاز الفني بهذا القدر من التدريب الذي لم يستمر سوى ساعة. اكتفى الجهاز الفني بهذا الشكل وباتريس كارتيرون اطمأن للشكل الفني والتدريبات البدنية للاعبين قبل تدريب الغد يا أستاذ إبراهيم. إذا كان عندك أي استفسار آخر محمد، هل الاجتماع الفني للمباراه بكره الاهلي عنده اي مطالب معينه عايز يقدمها، ووضع طاقم التحكيم ايه؟ الاجتماع الفني تحدد بالامس انه سيكون غدا في الساعه 10:30 صباحا في مقر قاعة المؤتمرات الصحفية داخل الاستاد الوطني الذي سيستضيف هذه المباراة. الاجتماع الفني سيكون بحضور طاقم التحكيم الكيني الذي وصل صباح اليوم إلى بوتسوانا بحضور كلا الفريقين. النادي الأهلي سيحضر عنه الكابتن محمد يوسف مدير الكرة والكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن سمير عدلي، بالإضافة إلى الجانب الآخر من تاونشيب البتسواني.
بشكل عام يعني حتى هذه اللحظات النادي الاهلي ليس له اي طلبات معينه سوى بس فقط في التامين او في زياده عدد السيارات مع افراد البعثه، لكن الاستقبال الحافل اللي كان من مسؤولي تاونشيب مع اداره النادي الاهلي ومع بعثه الاهلي هنا في جبروني يعني اعتقد لن يكون هناك اي طلبات حسب ما صرح به الكابتن محمد يوسف اليوم بعد هذه الزياره، فقط الاتفاق على ارتوازي الاساسي لكلا الفريقين، موعد الوصول للاستاد الذي سيستضيف هذه المباراه، المباراه في السادسه مساء. بالطبع يعني بالامس كان متواجد هنا المنسق العام للمباراه من ملاوي والمنسق الاعلامي للمباراه من كينيا، اتفق مع الكابتن سمير عدل ومع الكابتن محمد يوسف على موعد الاجتماع الفني على المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا، غدا في الثانيه 10 ظهرا المؤتمر الصحفي للمدير الفني السربي لتاونشيب ومعه احد لاعبي الفريق، بعده بنصف ساعه في الثانيه 10 والنصف المؤتمر الصحفي لباتريسا كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ومعه احد لاعبي الفريق، ولم يشترط المنسق الاعلامي ضروره حضور كابتن الفريق في بعثه فريق النادي الاهلي. كان هناك طلب من الكابتن محمد يوسف بتغيير موعد المؤتمر الصحفي غدا الجمعه، وفي هذا التوقيت الفريق سيكون مرتبط باداء صلاه الجمعه، لكن اليوم المنسق الاعلامي قال ان خلاص تم ارسال هذه المواعيد بالايميلات الى الاتحاد الافريقي لكره القدم مكاف، وبالتالي هناك صعوبه كبيره لتغيير هذه المواعيد كما كانت وكانها مباراه، وبالتالي بتخطر الشركات الراعيه بمواعيد البث المباشر. قال اذا كان هناك جديد في الساعات القادمه سيبلغ بها بعثه فريق النادي الاهلي في الصباح، لان الكابتن محمد يوسف كان يفضل اقامه المؤتمر الصحفي للاهلي سواء قبل التدريب المتعلق بتدريب فريق النادي الاهلي في السادسه مساء الغد او بعد التدريب مباشره، لكن بشكل عام دي الصوره غدا، اجتماع فني في العاشره والنصف، مؤتمر في الثانيه 10، ثم يعقبه مؤتمر للاهلي في الثانيه 10 والنصف، والتدريب في السادسه مساء، تدريب الاهلي في نفس توقيت المباراه، لكن بعثه تاونشيب او فريق تاونشيب سيؤدي تدريبه قبل تدريب فريق النادي الاهلي، يؤدي تدريبه في الرابعه عصرا، وتحديدا السربي نيكولاز اللي هو المدير الفني لتاونشيب فكر في اقامه التدريب في الرابعه عصرا، لان بعد تدريب الاهلي في من درجة الحرارة هتكون منخفضة جدا وهيكون في برودة شديدة جدا، فبالتالي تدريبه مش هيكون بالقدر الكافي سواء من الناحية الفنية والبدنية، ففضل ان يكون تدريب فريق تاونشيب في الرابعة عصرا قبل تدريب فريق النادي الاهلي. جزئية متعلقة ايضا كمان بالنواحي الطبية والاعداد البدني، نتيجة رحلة السفر والمشقة قدر الامكان مايكل ليندمان حاول يأهل اللاعبين للتدريبات الفنية والتقسيمات الجماعية من خلال تدريبات استشفاء صباحية، سواء بالتواجد في الطابق العلوي اخر دور في مقر الاقامة مع درجات الحرارة المتميزة في الظهر مع الشمس الساطعة، فرصة جيدة لتهيئة العضلات والتدريبات البدنية والاستريتشات والإطالات. النهاردة فكر ليندمان بشكل مختلف، طلب من اللاعبين بالكامل التواجد في الثانية 10 ظهرا والخروج من فندق الإقامة والمشي قليلا حول الفندق وفي بهو الفندق في خارج الفندق وفي الشارع، وبالتالي فكرة من مايكل ليندمان لتخفيف الأعباء يعني المتعلقة بالنواحي البدنية وفك العضلات وتهيئة اللاعبين للتدريبات الفنية التي تعقد في مساء كل يوم وقبل مباراة السبت القادم. وجزئية أيضا متعلقة بالنواحي الطبية، هناك تحذير مهم جدا من دكتور خالد محمود للاعبين بارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الجو والطقس الشتوي الشديدة هنا في بوتسوانا مع تغيير الأجواء ما بين القاهرة وبتسوانا، درجة حرارة عالية في القاهرة، وبالتالي قد يتعرض أي من اللاعبين لنزلات برد، وبالفعل عدد من اللاعبين واحنا متوجهين من مطار القاهرة إلى أديس أبابا ترانزيت ثم السفر لبتسوانا عدد منهم كان عنده نزلات برد خفيفة نتيجة الأجواء في القاهرة، وبالتالي هناك حرص شديد سواء في النواحي الطبية النواحي البدنية وأيضا النواحي الفنية من خلال باتريس كارتيرون وجهازه المعاون يا أستاذ إبراهيم. محمد، هل المدرب الصربي لتاونشيب بعد المباراة الأولى كان عنده تقدير للأهلي وكان عنده احترام للقوة الفنية للأهلي، هل ما زالت عنده هذه الحالة قبل المباراة اللي جاية، وشكل الإعلام البوتسواني عندك اهتمامه بالمباراة عامل إيه؟ حتى هذه اللحظات من خلال تصفحنا لكل المواقع الرياضية وكل الصحف المهتمة بالشأن الرياضي في بوتسوانا لاحظنا شيء غريب جدا، لا يتحدثون إطلاقا عن كرة القدم ولا يتحدثون بكلمة أو منشطة أو بخبر أو بصورة أو بتعليق على فريق تاونشيب وعنده مباراة مهمة أمام النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. يبدو أن هنا في بوتسوانا الألعاب لها شعبية كبيرة، الركبي ثم ألعاب القوة، كل المنشطات وكل اللقطات التي نراها في
الصحف والعناوين واللاعبين الذين لديهم صور تذكارية في الصحف البتسوانية، كلهم لاعبين ألعاب قوة ولاعبين مميزين في الدوري الرجبي هنا في بتسوانا. حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي اهتمام إعلامي أو أي اهتمام بلعبة كرة القدم، لدرجة حتى النهاردة وإحنا موجودين في ملعب الجامعة البريطانية كان قبل تدريب فريق النادي الأهلي فريق بي تي إف بلاتينيوم، هنا فريق بيلعب في الدوري البتسواني لكنه في وسط الجدول في الترتيب السادس. سألناه على المباراة واستعداد تاونشيب وهل تاونشيب في حالة بدنية يقدر يلعب مباراة بقوة الأهلي بعد 10 أيام. الفريق اللي في المركز السادس في الدوري البتسواني لا يعلم اساسا ان هناك مباراه لتاونشيب في البطوله الافريقيه، وهنا الجميع بعيدين تماما عن الصوره الافريقيه. قدر الامكان حاولنا حتى نقرب من لاعبي هذا الفريق البتسواني للحديث عن لاعبي فريق تاونشيب، قال يعني احنا لعبناه من فتره لكن هو من الفرق الجيده، حصل على الدوري البتسواني لكن مباريات الافريقيه مش بتلقى متابعه كبيره هنا من الجمهور في ظل ان هناك ديربي مع فرقه اخرى هنا في الدوري البتسواني في الليجا البتسوانيه اللي بتطبق دوري المحترفين، لان رئيس نادي تاونشيب هندي الجنسيه، رئيس نادي الاخر الديربي نادي جاباروني الاونر بتاعه لبناني الجنسيه، فبالتالي الاهتمام بالدوري اكتر من المشاركه في البطوله الافريقيه. اما بتصريحات نيكولاس اللي هو المدرب الصربي لفريق تاونشيب، حتى هذه اللحظه يعني ما شفناش او ما قراناش تصريحات متعلقه بمباراه العوده، لكن بعد المباراه السابقه قال ان مشقه السفر وطول رحله السفر 24 ساعه كانت سبب رئيسي ان الحاله البدنيه لمعظم اللاعبين، خاصه ان معظمهم في مواليد اوائل الثمانينات فبالتالي يتخطوا الاعمار السنيه فوق ال 30 سنه، فبيرى ان هذه النقطه تحديدا اثرت على الفريق في مباراه الجوله الثالثه، لكن المباراه القادمه سنكتشف كل هذه الامور في تدريب الغد فريق تاونشيب في الرابعه عصرا، وايضا سنتابع التصريحات واهم يعني التصريحات الاعلاميه اللي هيقولها غدا باذن الله المدير الفني لتاونشيب وكيف يرى مباراه الاهلي القادمه، لكن في ظل هذه يعني في ظل هذه الحاله والتعتيم الاعلامي حول فريق تاونشيب هنا في مقر الاهلي بنتكلم على اللعيبه وبنتحدث مع اللعيبه عن الاستعداد للمباراه القادمه، الكل فصل تماما ما بين هذه المباراه والمباراه السابقه، وليس الفوز على تاونشيب بثلاثه اهداف مقابل لا شيء مقياس ان الاهلي هيفوز هنا في بتسوانا بفارق عريض وكبير من الاهداف، هناك فصل تام. واكد اسلام محارب وسعد سمير في تصريحات خاصه معنا هنا في قناه النادي الاهلي ان هذه المباراه مباراه صعبه جدا، هي المحطه اللي الاهلي هينطلق من خلالها للبطوله الافريقيه، ومباراه تعتبر اصعب من مباراه الترجي التونسي اللي خضناها في اولى الجولات في البطوله الافريقيه، فبالتالي هناك حذر شديد من بعثه فريق النادي الاهلي ومن اللاعبين والجهاز الفني، وهناك تعتيم اعلامي على مباراه كره القدم بشكل عام وتحديدا المباراه اللي عليها سبوت اكتر من خلالنا اعلام في مصر، مباراه الاهلي وتاونشيب في البطوله الافريقيه ان شاء الله يوم السبت القادم. اليك الكلام استاذ ابراهيم اذا كان عندك اي استفسار اخر. محمد، في ظل اختلاف المباراه وطبيعتها زي ما اللعيبه اكدت لك، هل ظاهر ليك انه كارتيرون هيحتفظ بنفس التشكيل ولا واضح بالنسبه لك في اي تغييرات؟ يبدو ان هناك عده تغييرات في التشكيل. اولا هناك تغيير ثابت ومؤكد، مشاركه محمد هاني في مركز الظهير الايمن بدلا من احمد فتحي الذي تعذر سفره نتيجه الاصابه وعدم قدرته على اللحاق بمباراه السبت القادم. بالنسبه لعدد اخر من اللاعبين في تدريب الامس، يمكن الجهاز الفني شارك بايمن اشرف في مركز المساك الثالث بجوار سعد سمير وسليف كوليبالي في ال 25 دقيقه الاولى من التقسيمه الفنيه. اصابه وليد ازارو في تدريب اليوم ايضا ستضعنا في حيره في مساله مركز راس الحربه، هل بعد تدريب الغد سيكون ازارو جاهز للمباراه ام سيكون هناك فرصه للدفع بمروان محسن في التشكيله الاساسيه؟ التغييرات الفنيه يعني بتعتبر سواء تغييرات اضطراريه في مركز الظهير الايمن وراس الحربه باصابه فتح واصابه ازارو، والتغييرات الفنيه متعلقه في مركز المساك او مركز المدافع باضافه ايمن اشرف بجوار سليف كوليبالي وسعد سمير، هي عموما طرق لعب قد بيتم تطبيقها في بعض التدريبات، لكن بشكل عام من 70 الى 80% من التشكيله الاساسيه اللي ادت المباراه الاولى في برج العرب وفاز بها الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء هي الاقرب لبدايه هذه المباراه القادمه، سواء في مركز حراسه المرمى محمد الشناوي، اثنين مساكين سليف كوليبالي وسعد سمير، علي معلول في مركز الظهير الايسر، حسام عاشور وعمرو السوليه بيحتفظوا باماكنهم في وسط الارتكاز، وجود مؤمن زكريا وراس حرب اذا كان وليد ازارو جاهز او سيبدا بمروان محسن، تلك هي التشكيله الاقرب. وليد سليمان في تدريب الامس يعني احتماليه بدايته او ورقه رابحه في الشوط الثاني
ده الشكل العام اللي شفناه في تدريب الامس وتدريب اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وده ان تعلق بشيء يا استاذ ابراهيم بيتعلق بالاداء الفني لبطل بتسوان على ارضه وسط جمهوره، لان اداء هذا الفريق على ملعبه مختلف تماما خارج ملعبه، فاز على كامبالا سيتي على ارضه، فاز على المريخ السوداني على ارضه في الادوار التمهيديه، يعني عمل مباراه كبيره في الشوط الاول على الترجي في استاد راتس لكنه خسر بالاربعه في الشوط الثاني، اذا فريق تعمل له الف حساب، لكن بالتالي عليك ان تتوخى الحذر وتستعد بشكل جيد لاقتناص النقاط الثلاث والعودة بهذه المباراة الهامة جدا إلى القاهرة وأنت متواجد في الصدارة مع الترجي التونسي بسبع نقاط. معلوم أنه مصر ما لهاش تمثيل دبلوماسي في بوتسوانا مش كده؟ هل بيتم التنسيق مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا ولا لغاية دلوقتي ما حدثش ده؟ بالفعل يا استاذ ابراهيم قبل سفر الباسه بحوالي خمس ايام ما كان في اتصالات من الكابتن محمد يوسف وكابتن سمير عدلي مع سفير مصر في جنوب افريقيا ومع القنصل المصري في سفاره مصر في جنوب افريقيا لترتيب كل هذه الاجراءات واحتماليه تواجده يوم المباراه، لكن نتيجه عدم وجود تمثيل دبلوماسي لمصر هنا في بوتسوانا، وكان نفس الامر لبعثه تاونشيب هناك في مصر عدم وجود ايضا لهم تمثيل دبلوماسي، فبالتالي الكابتن سمير عدلي سافر قبل وصول البعثه ب 48 ساعه لترتيب كل هذه الاجراءات، ونتيجه التعاون والتعاون بين كلا الناديين في المباراه السابقه سمح للنادي الاهلي ان يستقبله تاون شيب بهذا برد الفعل الايجابي والاستقبال الحافل في هذه المباراه، وبالتالي كلا الناديين نسقا بشكل ايجابي جدا في اقامه هذه المباراه وترتيبات الاقامه وحجز ملاعب التدريب وكل هذه الاطر، لذلك اؤكد لك حتى يعني في حجز ملاعب التدريب النادي الاهلي ساعد بعثه فريق تاون شيب على اقامه اول تدريب ليه في الملعب الفرعي لبرج العرب، وبعثه التاونشيب لم تسدد اي مقابل مادي على لاقامه التدريب على هذا الملعب، وتكفل الاهلي بالتدريب على هذا الملعب بالقيمه الماليه. فريق تاونشيب ايضا واداره النادي البتسواني فضلت ان تقرر نفس الامر مع اداره النادي الاهلي ومباث الاهلي فور الوصول، وتحملت قيمه تدريب على يوم كامل في احدى الملاعب الملعب الجامعه البريطانيه، فبالتالي طبقا للائحه الاتحاد الافريقي طبعا يعني اللائحه اتعدلت ان كل نادي بيسافر بيتكفل بمقر اقامته بملاعب التدريب بكل هذه التفاصيل، فبالتالي يعني الناديين نسقا مع بعض وبالتالي تم حجز كل هذه الامور. عدم وجود التمثيل الدبلوماسي الحمد لله لم يؤثر ولم يعني تكون هناك اي ازمه او مشكله في الترتيب لهذه المباراه، وحتى هذه اللحظه يمكن بعثه النادي الاهلي طلبت من الجانب البتسواني يعني حجز اماكن لسفير مصر في جنوب افريقيا وايضا القنصل وباقي اعضاء السفاره اذا وصل يوم المباراه باذن الله يوم السبت سيكونوا متواجدون داخل استاد الملعب الوطني في جبروني. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي في هذه المباراه، شكرا جزيلا للزميل